بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم أحمد الصالح هو أساس أهم عناصر منتخب سوريا. عمر السومة أهم العناصر منتخب سوريا. في نقول كمان محمود مواس، إبراهيم عنما، كل اللاعبين اللي لعبوا مع منتخب سوريا ب 2010 ل 2023 هن أساس منتخب سوريا. سواء أنه اليوم كانوا بشكل عام اللاعبين اللي ما عاد تم استدعائهم او رجعوا مره ثانيه على المنتخب، امر غريب اللي عم نشوفه اليوم في السوشيال ميديا. يا جماعه اليوم السوشيال ميديا مثل الشمس اللي فوق راسنا، شوي بتحرق وبتفيد بنفس الوقت. السوشيال ميديا اذا اليوم صوبت المكان، صوبت عليه تصويب مزبوط، حطينا مكان الخطا، نحن نقول الخطا بهذا المكان، اوكي. اما بنجي نسب اللاعب بأهله وبشرفه وبعرضه، ما صفت الرياضة، هي صفت قلة أدب، مع احترامي لكل العالم اللي عم يتابعونا، ولكن الأشخاص اللي قاموا بهالتصرف عن جد هي قلة أدب. اليوم انا مو دفاع احمد الصالح، تربطني فيه علاقه بسيطه جدا، صداقه عاديه مثل اي لاعب يعني بالنسبه لي، وكل اللاعب بالنسبه لي انا اخواتي ورفقاتي مثل ما هن بالنسبه لكم انتم كمشجعين، وانا انا منكم كمان. اليوم هجمه غريبه جدا 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 على احمد الصالح. يا جماعه غير منطقي اللي عم بيصير، غير منطقي. يعني انصدمت انا، يعني اقسم بالله العظيم منصدم. خسرنا قدام عمان، صار احمد الصالح هو اللي خسرنا. نسينا احمد الصالح وقت فوزنا على الصين بحرة مباشرة، نسينا احمد الصالح وقت جاب لنا كأس غرب اسيا، نسينا احمد الصالح بكتير امور كان فيها صمام امان بدفاع منتخب سوريا، وزير دفاع منتخب سوريا. اليوم صار احمد الصالح هو اساس المشاكل بالمنتخب، هو اليوم صار شماعة المنتخب، بكره يرجع ابراهيم معلم، بكره يرجع عمر ميدالي، بكره يرجع بعرف مين. وش المشكلة؟ انا واحد من الناس مع نجيب كل نجوم منتخب سوريا، كل النجوم اللي بالعالم كله السوريين بيلعبوا منتخب سوريا. داخل اليوم نحن بحاجة لأحمد الصالح، بحاجة للسومة، وبحاجة وبحاجة. نعم كل لاعب يمر بظروف سيئة، كل لاعب ممكن يتعرض لهبوط بالأداء تبعه، بس مو كل لاعب بده يتحمل انه والله اليوم تنسب امه واخته او اي بني ادم، انا او غيري او انتو اللي عم تتابعوا اي حدا تاني. يا جماعة وصلت الامور لمرحلة انحطاط وقلة ادب وقلة احترام، ويعني بشو بدي سميها سميها، والله العظيم امر غريب مو طبيعي اللي صار. متفاجئ والله، شو قال احمد الصالح؟ شو دخل مرته بالموضوع؟ شو دخل اهله الموضوع؟ بترضوا انتم اللي عم تسبوا وبتحكوا على الناس؟ حدا بيجيب معدل اخواتكم ونسوانكم وامهاتكم؟ والله ما حدا بيرضى، والله ما في بني ادم عنده ذره من الكرامه وعنده نقطه احساس وعنده دم وعنده قبل هذا الشيء عنده ايمان بالله بيرضى هذا الشيء بيصير. بس شويه اولاد، يعني امر غريب وامر عجيب وامر ما بعرف كيف بدي اوصفه. والله اضطريت اصور بهالمكان، طالع اشم هواء نظيف، اضطريت اصور هون، مضطر اني اصور موضوع ما بيسكت عليه، لانه ليس دفاعا عن احمد الصالح، ان كان الصالح ان كان ميداني ان كان السومه ان كان ان كان ان كان اللاعبين اللي جداد المنتخب حاليا، ولا لاعب نقبل انه اي حدا يسيء لاهله لعرضه لشرفه مما كان يكون، ولا حتى رئيس اتحاد ولا رئيس نادي ولا اي شخص. اخي انتقد الشخص بعمله جوات المستطيل الاخضر بالملعب، انتقده. اما تجي بتقول لي امه واهله واخته ومرته، شو المسخره هاي؟ في ناس قليله كرامه اصلا، في ناس قليله ادب، ان كان على اليوتيوب ولا ان كان على الفيسبوك ولا ان كان على الانستغرام ولا ان كان على اي برنامج اخر. اول شيء صوره الغلاف، اول شغله صوره مصغره، فلان ابن حرام، فلان امه، فلان يا اخي عيب عليك، استحي شوي، خلي عندك شويه كرامه، خلي عندك شويه دم، لك عندك اخوات، لك عندك بنات، عندك ام، عندك مره، يا عيب. والله العظيم قلة ادب اللي عم نشوفها. هو اذا سبيت المسؤول الرياضي او سبيت اللاعب او سبيت رئيس النادي او سبيت المدرب او سبيت ما بعرف مين بامه واخته، راح تلاقي رياضه بالبلد منيحه؟ راح نلاقي وسخنه مثلك، راح نلاقي وسخنه مثلك. مين انتوا لحتى تسبوا؟ مين انتوا؟
مين 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 اعطاكم الصلاحيه لتسبوا؟ باي قانون؟ باي منطق؟ تعرض للناس نحن باعراضها وباهلها مشان كره قدم؟ شو المسخره هاي؟ ما صفت كره قدم، هاي صفت انحطاط. تعدينا مرحله الجمهور، تعدينا مرحله المحبين، تعدينا مرحله الناس اللي بس عيب اللي عم بيصير. هذا عيب، هذا قله اخلاق، قله ادب. شو والله نسبه؟ كيف بده يلعب بالمنتخب ويتابع؟ والله اذا لا، الحلو بالموضوع اذا عمل فرصه حلوه، اذا جاب جول راسيته او كذا او هيك شيء بنزقف له، واذا ضيع فرصه بنسبه. شو المسخره هاي يا اخي؟ انتقدوه بعمله جوا الملعب، انتقدوا المدرب نفسه، انتقدوا رئيس الاتحاد، انتقدوا الموظف. اخي والله العظيم المسبات مو من شيء من الرجال ولا من شيء المسلمين. والله المسبات هاي شوارعيه، هاي شغل الله يبعدنا عن الاصل. هي يعني عيب اللي عم بيصير، هذا عيب والله بقمه العيب اللي عم بيصير. هذا مسخره. حسب الله ونعم الوكيل. بس والله واحد طالع لغير جوي شم هوا نظيف، متعكروا على المزاج، متعكروا حياته. فما يكون لاعب جوا ملعب بده يلعب ويسمع هيك مسبات بإذنه، شو بيصير يعني؟ بده يسكت لكم يعني؟ صح؟ حول لا قوة إلا بالله، بس حسب الله ونعم الوكيل.